رمضان شهر مشهد بالملايين. موضوع ريم هي عندها جزء منه صحيح تمام، ان اللي هو بيقول ان هي سمية كلمتها فعلا عشان تاخد رقمي عشان سمية عايزاني اغني التتر بتاع المسلسل. طيب ده ما فيهوش اي مشكله. تمام، ما اعرفش سمية ما فيش بينه وبين بعض اي حاجه خالص. طيب كلمتها فعلا وخدت رقمي وكلمتها، بس لما تيجي تربطها بالاحداث تحس انها كلمتها عشان تاخد منها رقمي عشان تبني معايا علاقه. مفيش الكلام ده خالص، مش حقيقي. الحقيقه انها كلمتني عشان عايزاني في المسلسل، وانا فعلا غنيت المسلسل او وصلت لي وعملنا الاغاني وخلصت المسلسل واتفقت مع المخرج اللي هو يعني حبيبي احمد شفيق، واتفقت معايا وخلصنا الاغاني وغنينا ومفيش بيني وبين سمية حاجه. كل ده بعد كده بقى الدوره ولعت لوحدها وفيها الحب بقى. بعد كده بقى مفيش بينا يعني مفيش حب. كان في بعد كده بعديها بفتره كان عيد الام ورحت الاستوديو، كانت هي ساعتها بتسجل الاغنيه وكان عيد الام، عملت الاغاني ونزلت الاغنيه وبعد كده رحت لها الاستوديو وقعدت امرنها على الاغنيه وعادي مفيش اي حاجه، بس انا لقيتها ماسكه السبحه، وانا ساعتها كانت علاقتي بربنا كبيره قوي قوي قوي، بقيت اكلمها وبنتكلم مع بعض، حتى طلعت قالت ان هي احنا في علاقه روحانيه، علاقه روحانيه بنتكلم عن ربنا بس مفيش اي حاجه. اتحريتي ولا ايه؟ حوش الروحانيات يا جماعه بتقع. ماشي انا بحكي لك اللي حصل، انت بقى تصدقيه ما تصدقيهوش. رحت لها تدربها بمناسبه ايه يعني؟ يعني انا الملحن، محبه ملحن، انا الملحن وانا المغني، يعني انا الملحن. وتدربها ليه؟ عشان هي غنت اغنيه في نص المسلسل، انا اللي عاملها لها، انا اللي ملحنها لها، وانا اللي عاملها وانا اللي موزعها. طيب فعملتها لها. بصي لسه كل ده الكلام مفيش اي حاجه، مفيش اي كلام، لسه بعديها بشهر يعني هي قررت انها تتدرب على ايدك يعني شهرين بعد كده ابتدينا انا وهي نتكلم مع بعض شويه ونقول مع بعض، وهي كلمت وانا اتكلمت، قعدت ارتحت لها في الكلام وقعدت اتكلم معاها، علاقه زي اي علاقه في الدنيا كلها زي اي علاقه. بس ماشي انا يا احمد، وبعدين بعد ريم بفتره كبيره يعني بعد ما سبت ريم واتخانقنا وسبنا مع بعض واتطلقنا بفتره كبيره جدا، يعني اصلا هي كانت شرط عليا. بصي انا عشان بقول الحقيقه، شرط وريتها قسيمه الطلاق ان انا مطلق ريم قبليها بفتره كبيره، سمية مش لما شافتها الاول. معلش يا احمد، يعني هو ريم اتضايقت ليه يعني؟ ماشي مش مهم يكون في ورقه بانه في جواز ساعتها، ممكن تكونوا انفصلتوا بس لسه في غرام، في لسه ممكن يكون في امل للعوده يعني، انما مجرد ارتباطك بسميه قطع ده، فهي تعتبر نفسها ريم انها مجني عليها. اقعد انا المفروض اطلق واستنى العوده؟ لا ثلاث شهور انت مش عدة؟ كنت معلش يعني هي ريم بتبني ده لوحدها. هي بصي يعني اكيد انت كمان كنت بس هي عشان هي طلعت هنا، مش ملاك يعني أصل هي احمد بقى اصل يعني. هي بصراحه انا عن نفسي كشخص بحبها في البرامج، لما بتطلع في البرامج انا نفسي بحبها، ببقى بشوف شخصيه جديده انا بحبها يعني بحترمها جدا وبحبها، انا بحترمها في العادي يعني، بس لما بشوفها في البرامج بحس انها كيوت قوي اكتر من اللازم. فهي لما بتطلع تقول كلام يعني، هي ريم بقى الشخصيه الحقيقيه اللي انا بقول عليها ما يعيبهاش اي حاجه، بس في ستات من النوع اللي هي ايه، بيبقى انا بسميهم ستات النميرات، بتبقى تسيبك بس لو سابتك تخربشك، ولو ما خربشتكش تسيبك بس ما حدش ياخدك، ده حقاتي. وده كان الوضع؟ ده كان لا ما هو ده الوضع اللي بان يعني. احنا انا عايز اقول حاجه غريبه جدا، ريم في الطلاق اللي بينا بارتني بالحق والمستحق وكل شيء، خلاص مش عايزين نكمل مع بعض، انا مش عايز اكمل وهي مش عايزه تكمل خالص، بارتني كان ليها مؤخر بارتني بيه يعني، اذا هي موافقه خلاص. اللي يخليها تطلع يعني تبكي ازاي؟ طب ما بكيتيش ليه عند المأذون؟ يمكن كنت ارجعك. بتحبك انت مش حاسس يعني؟ هتكون طالعه تبكي ليه يعني؟ انا كويس ان الناس بتطلع تبكي عليا مش زي ما انت قلتي. مش لازم اللي تحبه يبقى كويس على مش لازم صح عادي بجد عادي، ممكن تكون بس قاسي كويس بالنسبة جرحتها لها. عذبتها كويس بالنسبه لها على الاساس اللي هي طلعت تقوله، والحاجات اللي بتطلع تقولها، لان الحاجات اللي بتطلع تقولها دي لو نحسبها صح تلاقيها تناقض غير عادي يعني. مع حضرتك في البرنامج العظيم ده طلعت وقلت كلام
نصه ما تقولنيش وتحسبني انا بسمع انا متلقيه. لا انت يا ما شاء الله عليكي وش بيقول كل حاجه من غير اللسان. الله اكبر. يعني انا اساليني انا بقى كنت قاعد بعاني منك في يوم من الايام في يوم من الايام قاعد ابص اقول انسفيني انسفيني يعني ما فيش. بتروحي مديه واحد كده من اللي هو ده او ده دول خدت منهم. انا قعدت والله العظيم قعدت في البيت بلالي بلطم من وشك بس. فعادي يعني مش مشكله. المهم ان نص البرنامج في الاولاني بيقول كلام ونص التاني. طب قابل بقى من الوش ده كتير النهارده بقى. ما هو بقى بيبقى ليا بقى بتاعي. ما ده انا عايزه. ما انا عايزه في صالحي. انا محتاجه حتى ما جاليش في صالحي. ربنا يعيننا. طيب نشوف الفيديو اللي بعده. ماشي بس انا عايز اقول حاجه. قول. مهمه. محدش اتظلم. انت ما تقولش. احنا نسمع ونقول من كل الحقيقه وجمهورك يحكم. ايه رايك؟ صح.